السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا في احسن حال. النهاردة هنشرح درس زراعة التوصيل. زراعة التوصيل من ضمن الاجزاء المتحركة في محرك الاحتراق الداخلي او محرك السيارة. زراعة التوصيل زي ما احنا شايفين، هو ده زراعة التوصيل، هو جزء واصل ما بين المكبس وما بين عمود المرفق، واصل ما بين المكبس وما بين عمود المرفق. فايدته ايه زراعة التوصيل ده؟ فايدته ان هو بيقوم بعملية نقل الحركة من المكبس الى عمود المرفق. يبقى فايدته اول حاجة ان هو بيقوم بعملية نقل الحركة من المكبس الى عمود المرفق. تاني اهمية له ان هو بيقوم بعملية توصيل اللي ايه؟ زيت التزييت من عمود المرفق الى المكبس وجدار الاسطوانة. طيب ايه هي وظائف زراع التوصيل؟ زي ما احنا قلنا، اول حاجة وصل الكباس بعمود المرفق، يعني هو اللي بيقوم بعملية وصل الكباس بعمود المرفق. تاني وظيفة له نقل القوة من الكباس الى عمود المرفق. يعني زراعة التوصيل ده بياخد الحركة بتاعة المكبس أثناء شوط القطرة ونقلها إلى عمود المرفق. فلما بياخد الحركة أثناء شوط القطرة، يبقى بينقل الحركة من المكبس إلى عمود المرفق. يبقى هو كهمزة وصل ما بين الكباس وعمود المرفق. تالت حاجة تحويل الحركة الترددية من المكبس إلى حركة دورانية. هنا بيكون المكبس ده بيتحرك داخل الأسطوانة طالع نازل طالع نازل، يعني بيتحرك حركة إيه؟ ترددية. طيب بيبقى بياخد الحركة الترددية للمكبس تحويلها إلى حركة دورانية لعمود المرفق، يعني عمود المرفق ده بيتحرك حركة ايه؟ دورانية. يبقى ديت تالت فايدة له. ماشي، بعد كده بنقول ايه الاجهادات المؤثرة على زراع التوصيل. اجهاد الضغط، يعني دلوقتي المكبس هو بيحصل نتيجة الاشتعال اللي بيقوم فوق المكبس اثناء شوط القدرة، بيحصل ايه؟ بيحصل ضغط على سطح المكبس. الضغط ده بيتنقل الى زراعة التوصيل الى زراعة التوصيل. طيب الضغط اللي بيحصل على زراعة التوصيل ده يعتبر اجهاد شديد. اجهاد شديد يعني لازم يكون زراعة التوصيل ده معمول من ايه؟ من اعصاب قوية ومن خامة قوية جدا تتحمل هذه الضغوط العالية. طيب في ايه تاني غير اجهاد الضغط؟ في اجهاد شد. اجهاد شد يعني ايه؟ لو مفيش شوط قدرة فوق بيضغط على زراع التوصيل، في تاني عمود المرفق بيشد ايه؟ زراع التوصيل. نتيجة ايه؟ نتيجة ان هو مثلا المكبس نازل يسحب، ففي الحالة ديت عمود المرفق بيشد زراع التوصيل. لو العمود المرفق لو اثناء عمود المرفق ما بيشد زراع التوصيل، لو زراع التوصيل مش كويس هيحصل له ايه؟ قوه تعمل له ايه؟ تعمل له ان هو يتقطع من بعضه نصين نتيجه الشد اللي وقع عليه. فلازم يكون برضو مصنوع من خامه كويسه. طيب في ايه تاني اللي هي اجهاد قوه القصور الذاتي اللي بتحصل للمكبس بتتنقل على طول الى زراع التوصيل الملامس مع المكبس. طيب بعد كده ايه الخواص الواجب توافرها في زراع التوصيل؟ مقاومة عالية جدا، مقاومة لازم يكون هو عنده مقاومة عالية جدا لإجهاد الالتواء. ليه؟ لان لو المكبس نازل على زراعة التوصيل ومش كويس زراعة التوصيل هيحصل له ايه؟ التواء. يبقى لازم يقاوم الالتواء ده او يقاوم الانحناء.
يبقى ديت لازم تكون في خواص اللي بناخدها في الاعتبار عند تصنيع ذراع التوصيل والخامة بتاعته والأعصاب التي تشمله. تاني حاجة لازم يكون خفيف الوزن. ليه؟ عشان ما يسببش إجهاد على عمود المرفق. لو تقيل زيادة عن اللزوم هيجهد على عمود المرفق، وفي نفس الوقت إجهاد على بنز المكبس فوق وإجهاد على بنز عمود المرفق، فيحصل إيه؟ هيحصل تآكل للسبيكة الواقع ما بين عمود المرفق وما بين النهاية الكبرى لذراع التوصيل. ولازم يكون في مميزاته عند تحميله سواء في النهاية الكبرى أو في النهاية الصغرى إن هو يكون له خواص الانزلاق، يعني بينزلق بسهولة أثناء حركة المكبس وحركة عمود المرفق. لازم يكون بينزلق بكل إيه؟ بكل سهولة. بعد كده عايزين نشوف إيه هو ذراع التوصيل. هو ده ذراع التوصيل عبارة عن إيه؟ عبارة عن النهاية الصغرى لذراع التوصيل فوق اللي هي بتبقى مرتبطة بالمكبس عن طريق بنز، والنهاية الكبرى لذراع التوصيل هي مرتبطة بعمود المرفق عن طريق بنز عمود المرفق بيركب هنا. طيب لازم ان ذراع التوصيل يكون مصنوع من خامة قوية جدا تتحمل الضغوط العالية جدا جدا جدا. ايه هي معدن ذراع التوصيل؟ بيتصنع من الصلب النيكل كروم، صلب نيكل كروم، وده أقوى أنواع الصلب، أقوى أنواع الصلب، وهو أفضل الأنواع اللي هي بتكون مخصصة لإيه؟ لذراع التوصيل. يبقى ذراع التوصيل تركيبه إيه؟ تركيبه النهاية الصغرى المرتبطة بالمكبس، النهاية الكبرى المرتبطة بعمود المرفق، بعد كده في جسم ذراع التوصيل وفيه هنا أعصاب، العصب ده يعمل على تقوية ذراع التوصيل. طيب في إيه كمان؟ في ثقب ممر داخلي هنا في ذراع التوصيل علشان لكي يوصل الزيت من بنز عمود المرفق إلى بنز المكبس وإلى جدار الاسطوانة. يبقى هي ديت فايدة ايه؟ فايدة ذراع التوصيل، وهو ده تركيبه. طيب بيتركب فوق ايه؟ بيتركب في بنز المكبس، بيكون ما بين بنز المكبس وهنا النهاية الصغرى لذراع التوصيل بيركب بايه؟ جلبة. الجلبة ديت بتكون مصنوعة من ايه؟ من النحاس والرصاص. ليه؟ علشان تكون بطانة تتحمل الضغوط الايه؟ العالية، وما يحصلش تآكل ايه ما بين ذراع التوصيل، وما يحصلش تآكل من اليمة التانية في بنز المكبس. فبنركب جلبة تكون هي بطانة، هي اللي ممكن يحصل فيها تآكل، ولكن ايه النهاية الصغرى لذراع التوصيل ما يحصلش فيها ايه؟ تآكل. وهكذا برضو بيكون في سبيكة ما بين ذراع التوصيل وما بين عمود المرفق أو عمود الكرنك، بيكون هنا في سبيكة. السبيكة دي في منها نوعين، النوعين دولت أول حاجة السبيكة البيضاء اللي هي عبارة عن 88% الزير و7.5 أنتيمون و4% نحاس. معنى إن هي 88% الزير، معنى ان هي 88% الزير ان هي معدن طري، يعني ايه؟ وفي نفس الوقت يعني بيتحمل درجة الحرارة العالية. المعدن الطري بيكون ايه؟ حنين على البنز اللي هو راكب عليه، فايه ما يعملش فيه تآكل، ما يعملش في البنز بتاع عمود المرفق تآكل، ويكون سطحه منزلق جدا شديد الانزلاق علشان ما يحصلش برضه في السبيكة تآكل.
وفي نوع تاني من السبايك اسمها السبيكة الحمراء. يبقى أول حاجة عندنا السبيكة البيضاء، تاني حاجة عندنا السبيكة الحمراء. السبيكة الحمراء عبارة عن إيه؟ 75% نحاس و25% رصاص. يبقى إيه النوع التاني اللي هو 75% نحاس و25% رصاص؟ قوي جدا، أكتر من السبيكة البيضاء. وديت اللي ممكن تستخدم في المحركات ذات الضغوط العالية جدا، محركات قطارات، محركات سيارات نقل. ليه؟ يبقى ايه؟ يبقى ديت النوع التاني اللي هو السبيكة الحمراء، عشان فيه نحاس اكتر، بيكون بيستحمل الضغوط العالية جدا، الضغوط الايه؟ العالية جدا، فيستخدم في المحركات الكبيرة. يستخدم فين؟ في المحركات الكبيرة. يبقى هو ده النوعين اللي عندنا من السبيكة اللي بتركب ما بين النهاية الكبرى لذراع التوصيل وما بين عمود المرفق. طيب السبيكة ديت، السبيكة دهيت لازم أن تكون طرية على بنز عمود المرفق، يعني إن السبيكة هي اللي يحصل فيها تآكل، ولكن عمود المرفق لا يحدث فيه أي تآكل. عايزين نشوف بقى الرسمة الأخيرة اللي هي بتعبر عن بنز العمود المرفق، وهنا ايه ذراع التوصيل، وما بين ذراع التوصيل النهاية الكبرى وما بين ما بين النهاية الكبرى لذراع التوصيل وما بين البنز، في هنا خلوص، في خلوص ما بين السبيكة وما بين البنز، وتقدر ب 60 من 1000 من المليمتر، يعني حاجة بسيطة جدا. يبقى لازم أن تكون ايه هذه السبيكة خلوص بسيط جدا ما بينها وما بين البنز، وفي خلوص جانبي ما بين ذراع التوصيل وما بين جدار البنز، وما بين جدار البنز. يبقى الخلوص ده برضه حاجة بسيطة جدا، وليكن 38 من 1000 من المليمتر. طيب في ايه تاني غير الخلوص الجانبي والخلوص اللي هو ما بين السبيكة وما بين البنز؟ في لازم تكون في البنز ديت فتحات ضيقة علشان توصل الزيت من البنز الى ذراع التوصيل، من البنز الى ذراع التوصيل. بعد كده يجب ان احنا لما نركب البنز مع النهاية الكبرى لذراع التوصيل، يجب أن يكون إيه؟ إن إحنا لما نركبهم نركب لقم السبايك كويس، وبعد ما نركب لقم السبايك كويس في أماكنها مظبوط، نتأكد إن هما ركبوا مظبوط، ونتأكد من فتحة الزيت التزييت إن هي يعني إيه مطابقة مع فتحة زيت التزييت في البنز، في البنز وفتحة زيت التزييت في ذراع التوصيل. بعد كده نركب اللقمه اللي تحت بتاعه ذراع التوصيل، ونربط عليهم هنا بالمسامير ربط ايه ربط جيد جدا. وهو ده درس النهارده اللي بنشرح فيه ذراع التوصيل ودوره في المحرك، وازاي بيقوم بعمليه نقل الحركه وتحويل الحركه التردديه لحركه دورانيه. وإن شاء الله الدرس الجاي هيكون على عمود المرفق في سلسلة أجزاء محرك السيارة أو محرك الاحتراق الداخلي. وأتمنى لكم النجاح والتوفيق. مع السلامة.